السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. من على شاشة فضائية العراق التربوية نحييكم ونقدم لكم دروسنا لهذا اليوم اللي تتعلق بمادة تطبيقات الاتصالات للمرحلة الثالث شبكات قسم شبكات الحاسوب. مادتنا اليوم هي مادة عملية تتعلق بمادة الفصل الأول الإشارات ونظم الاتصالات. تجربتنا لهذا اليوم هي تجربة الأشكال الموجية والمثلثة والمربعة. قبل ما نبدي ندخل بالتجربة العملية لازم نبدي نعرف شنو هي الإشارات وشلون نقدر نحسب الفولتية والتردد والزمن. إذا أخذنا إحنا بالدروس السابقة عرفنا شنو يعني الإشارة. الإشارة هي أي مؤثر ينتشر في وسط مرن يسبب تغيرا مؤقتا في حالة هذا الوسط، وتكون قيمة متغيرة مع الزمن وتمثل فولتية أو تيار أو كلاهما. إذن هاي الأشكال الموجية هي رسم بياني للدالة الذي يمثل الموجة الذي يعبر عن كمية متغيرة مع الزمن وتمثل فولتية أو تيار. طبعا هنا محور الإكس هذا يمثل لنا يا أما تردد يا أما زمن. نلاحظ أنه الأشكال الموجية كثيرة عندنا، لكن الأجهزة اللي راح نطبق بها اليوم هي تعتمد على هذه الأشكال الثلاثة. الشكل الأول هو الموجة الجيبية، الشكل الثاني هو الموجة المربعة، والثالث هو الموجة المثلثة. اللي ينطبق على إشارة واحدة لازم ينطبق على الإشارات الباقية. مثلا عندنا قلنا الإشارة هي مؤثر ينتشر في وسط مرن ويتغير، إذا هنا نشوف عملية التغيير ما بين الإشارة. الإشارة ما بين الماكسيمم وما بين المينيمم، وإلها زمن وإلها تردد وفولتية. إذا اليوم احنا راح نبدي نشوف هاي الأشكال الثلاثة من خلال تجربة الإشارات الكهربائية. لازم نعرف خصائص الأشكال الموجية، وخصائص الأشكال الموجية اللي راح ناخذها هذه هي راح تعلمنا طريقة حساب التردد وحساب التردد وحساب الزمن بالنسبة للإشارة. نكبر الجزء من جديد. إذا خصائص الأشكال الموجية، أولا الفترة أو الزمن الدوري. إذا هنا ده يتكلم عن الزمن. إذا الفترة هو الزمن الذي يستغرقه الشكل الموجي لتكرار نفسه. بيش يقاس؟ يقاس بالسكند. التردد هو قياس عدد مرات تكرار الشكل الموجي خلال فترة زمنية مقدارها ثانية واحدة. لازم نعرف أنه التردد هو معكوس الزمن ويقاس بالهرتز. هذا القانون كلش مهم للطلاب حتى يقدر من خلاله أنه يقيس التردد ويقيس الزمن. يعني إذا انطاك بالسؤال تردد ويريد الزمن، أو بالعكس يريد الزمن وانطاك التردد، لازم هذا القانون يعرف الطالب لأنه عبارة عن علاقة عكسية واحد بالثاني. الجزء الأخير هو عندنا السعة. شنو السعة؟ السعة هي مقدار أو شدة إشارة الشكل الموجي التي تقاس بالفولت أو بالأمبير. يعني هي ارتفاع الموجة، يا أما تكون في ماكس يا أما تكون عندنا في بيك نقول عليها أحيانا، أو في بيك تو بيك. كلها راح نشوفها بمثال، وورا ما نخلص هذا المثال راح نبدي ناخذها بتجربة عملية. خليني نبدي ننطي مثال. هذا المثال هو مثال موجود بالكتاب. هذا هو المثال، راح نبدي نكبر الشاشة ونقرأ لكم إياه ونبدي نوضح شنو المطلوب منا وشون راح نحسب القيم اللي هو يريدها. مثال واحد واحد. مثال واحد واحد يقول لكل من موجات الفولتية في المتناوبة الجيبية الموضحة في الشكل أدناه، جد قيمة العظمى الفي ماكس، وجد القيمة من القمة إلى القمة اللي هي قيمة الفي بيك تو بيك، والفترة اللي هو الزمن اللي قلنا معكوس التردد، وأيضا يريد التردد اللي قلنا هو عبارة عن معكوس الزمن. خلينا نشوف قدامنا عندنا ثلاث إشارات A B C.
الإشارة الأولى منطينا قيمة زمن معين 1 سكند وقيمة فولتية 5، أريد أعرف شنو هاي الخمسة؟ هاي الخمسة شنو؟ وشنو هنا بالإشارة الثانية 3.5؟ من تيجي تشوف الإشارة أو الموجة اللي قدامك، هذه الموجة لازم تعرف إلها قيمة V ماكسيمم وإلها V بيك يعني قمة وإلها V بيك تو بيك. إذن منا لهنا هذا ال V ماكس اللي هنا موجود بالسؤال. من نجي نقول V بيك أو V ماكس هو نفس الشيء، يقيس لي قمة الموجة من قمة إلى حد محور الإكس هذا. لكن من يجي يريد من عندي V بيك تو بيك تختلف هنا. أنا إذا كان V بيك واحد هو نفس ال V ماكس إذا قمة واحدة، لكن من يكون من قمة إلى قمة راح أخذ قيمتها من بداية الإشارة بالموجب ونهاية الإشارة بالسالب التي تسمى V بيك تو بيك. هسه نرجع على الزمن، احنا نبدي نقول المكونات اللي يريدها، يريد مثلا عفوا التردد، الزمن، الفولتية، وبعدين نبدي ندخل بالحسابات. هسه شنو الزمن؟ شلون اقيس الزمن؟ قلنا انه الزمن هو بداية الإشارة ونهايتها. ايش وقت بدا يعيد نفسه؟ يعني لو هنا عادت الإشارة أنا أوقف ما راح آخذها، وإنما أبدي من بداية إلى نهاية، كررت نفسها أوقف، ما آخذ ولا أقيس أي إشارة أو أي زمن عندي. إذا هي بداية ونهاية، لكن هنا التردد نقدر حاليا نجي نحسبه شلون؟ نجي نحسبه من خلال القانون الاف يساوي لي 1/t. أو طريقة ثانية، الطالب إذا انطى مدرس زمن مثلا خلينا نقول 1 سكند، إذا التردد هو عدد الذبذبات في الثانية الواحدة، إذا بدأ الإشارة تعيد نفسها أحسب كم مرة أني أرسمها. مثلا زمنها 5 هرتز، أني أرسم 5 ذبذبات لأن التردد هو عبارة عن عدد الذبذبات بالثانية الواحدة. هذا الكلام اللي يعني وضحناه على هاي الإشارة ينطبق على البي وينطبق على السي. خلينا نبدي نشوف هنا هذا الجدول اللي عندنا، خلينا نكبره ونبدي نروح على التجربة. أول شيء كانت الفولتية قيمتها 5 فولت، إذا هذه قيمة الـ V ماكس، لكن من صارت بيك تو بيك سوينا ضربناها في 2، إذا تكبرت. هنا كانت 3 ضربناها في 2 صارت 6، هنا 1.5 صارت 3، إذا عبارة عن ضرب القيمة بيطلع لي القراءة مضبوطة. السكند اللي هو أول زمن هو 1 سكند، الثاني 0.4 0.5. هنا راح يجي الشغل انه أنا من اريد التردد مجرد اقول f يساوي لنا 1/الزمن، فاقول 1/1 وراح يساوي لي 1 هرتز، اذا مشابه لي هنا 1 سكند مجرد اخذت له مقلوب نفس التردد اذا اريد احسب الذبذبات مالته. اذا كل قيمه اريد اني استخرجها مجرد انه اني اقلب الاشاره، العفو اقلب القيمه الموجوده عندي يطلع لي التردد، اقلب القيمه هنا يطلع التردد. على فرض اني عندي هنا راح اقول 1/0.5، اصعدها راح تصير هنا 10/2 ويساوي لي 2 هرتز، نفس القراءة الموجودة بالجدول. اليوم راح نبدي تجربة، عندنا عملية هي تجربة الموجة المثلثة والمربعة والجيبية. هاي عندنا هنا الدائرة، هاي دائرة الطالب يربطها إذا كانت عنده أجهزة، لكن بالاستعاضة عنها راح نبدي ناخذ برنامج الإلكترونيك وورك بنش ونبدي نطبق هذا الكلام كله على عن طريق برنامج علمي، ممكن أن الطالب ينزل داونلود من أي قرص أو الأنترنت، يقدر ينزله بحيث يقدر الطالب هو قاعد بالبيت يقدر أنه يطبق الدائرة. إذن دائرة الإلكترونيك وورك بيج لتجربة الإشارات هي هاي اللي راح نبدي نربطها. دائرة كلش بسيطة، تتكون من فانكشن جنريتر وتتكون من أوسيلوسكوب وتتكون من أرضي. خلي نبدي هسه راح نبدي ندخل بالدائرة، نشوف انه هذا برنامج الالكترونيك وورك بنش، نشوف انه هذا البرنامج برنامج سهل، هذا هو الشكل
اللي يقدر يريد ينزله من الانترنت. طبعا نشوف هنا كل المكونات امامنا اللي نقدر من خلالها نسحب متسعه، مقاومه، ملف، واي شيء كان احنا نريد نربط الدائره من خلاله يكون عن طريق هذا البرنامج. هنا مثلا نقدر نسحب مصادر ارضي، وعندنا مقاومات متسعه، امبليفايرات، ترانزسترات، كلها من خلال هذا البرنامج. اليوم راح نسحب من الشاشه عباره عن جهازين، هو جهاز الفانكشن جنريتر وجهاز الاوسيلوسكوب. هذه الجهازين لازم الطالب ياخذ فكره عنها بسيطه قبل ما نبدي، اللي هو الفانكشن جنريتر عباره عن جهاز يولد لي اشاره، ان كانت موجه جيبيه، ان كانت عندنا موجه مثلثه او موجه مربعه. هاي الاشارات موجوده بالشاشه، وبعد ما نضغط كليك مرتين عليه تطلع لنا المكونات شلون راح نبدي نربطها. نلاحظ انه هنا بهذه الطريقه وبهذا الجهاز راح نبدي نغير التردد ونغير الامبليتيوت اللي هو السعه. نشوف هنا من خلال هذه موجوده القيم مالتنا اللي نريد نبدي نغيرها، ومن خلال تردد وفولتيه. لو يروح الطالب على الأوسيلوسكوب ونبدي نشوف هذا الأوسيلوسكوب من ايش يتكون؟ يتكون الأوسيلوسكوب من شاشة، هذه الشاشة من خلالها أنا أقدر إنه أحسب الإشارة من خلال فولتيتها أو سعتها. هنايا عندنا شانلات أي وبي من خلال الأوسيلوسكوب راح نبدي نقدر إنه نربطها. هسه نبدي نربط الدائرة مالتنا ونشوف شلون راح تتكون أو شلون راح تكون النتائج النهائية مالتها. هنا عملية الربط، ربطنا الدائرة هنا بصورة سريعة. هنا تكونت لي دائرة حقيقية، يعني مثل دائرة العملية اللي يربطها الطالب نفس الطريقة، ماكو أي تغيير. هنا لو جينا غيرنا وانطينا تردد هنا 10 أو فولتية 10 وتردد 1، نجي نحسب القيمة مالتنا. شلون راح نجي نحسب القيمة مالتنا؟ دخلنا تردد 1 هرتز وأمبليتيوت 10. الامبليتيوت هنا اللي داخله هي في بيك، يعني من اجي احسبها هنا بشاشه الاوسيلوسكوب هي من قمه الى قمه. اذا اجي احسب 1 2 3 4 اربع مربعات. هنا عندي شانل اي وشانل بي، هاي الشانلين الاثنين من خلالها اقدر احسب الفولتيه. ايش قد الرينج الموجود؟ موجود هنا 5 وهنا موجود 5، لكن انا العمل مالتي على شانل اي اللي ربطته من الاوسيلوسكوب الى الفانكشن جنريتر للموجب، ومن خلال الزمن هنا ربطته الى الارضي وسحبنا ارضي وربطنا الدائره. هنا اجي احسب 1 2 3 4 مضروب في رينج 5 هذا، اذا راح يكون 20 فولت. هذا ال 20 فولت مشابه للانبوت اللي دخلته من خلال جهاز مولد الاشاره اللي قيمته 10 فولت، هو بيك قمه واحده، لكن من اقول اني بيك تو بيك، اذا بدي احسب من قمه الى قمه، هنا 10 وهنايا 10. اذا قراءاتنا صحيحه لانه نفس اللي اني دخلته بجهاز الفانكشن جنريتر ظهرت لي هنايا الاوتبوت من خلال جهاز الاوسيلوسكوب اللي هو عباره عن جهاز تلفزيوني. نلاحظ بانه هذه الدائره مجرد انه اني اغير او تنطبق كل الكلام على الاشاره الموجيه، ينطبق على المثلثه وينطبق على المربعه. خلينا نشوف شلون راح نحسب الزمن. هنايا عندنا الزمن دخلناه 1، الزمن دخلناه 1. من نجي احنا نريد نشوف شلون نحسب الزمن، مجرد نفس العمليه نحسب المربعات 1 2 مضروب في رينج الزمن 0.5 في 2 راح يكون 1 سكند. لو ناخذ له مقلوبه مثل ما فهمناكم قبل شويه راح يكون 1 هرتز، مشابه للانبوت اللي اني دخلته في جهاز الفانكشن جنريتر. اذا بهيج حاله اي تردد اني ابدي اخذه باي طريقه اني راح يبدي طريقه العمل نفسه. اذا هنايا نشوف انه غيرنا الى 2 هرتز، نجي نحسب نشوف مربع 1 مضروب في رينج الزمن مربع 1 في 0.5 صار 0.5 مقلوبه، راح يصير 2 هرتز مشابه الى التردد اللي دخلناه بالفانكشن جنريتر. لو نلاحظ انه احنا هذه اشتغلنا على موجه جيبيه، لكن دا تتطبق كلها اذا كانت الاشارات بحاله موجه مثلثه، موجه مربعه، وموجه جيبيه. اذا نفس العمل قلنا يتطبق على كل الاشارات.
هذه هي تجربتنا اليوم، أتمنى يعني أنه استفاديتوا من عندها، لأنه تجربة كلش بسيطة من خلالها أنه يقدر الطالب يفتهم الإشارات ويقدر أنه يحسبها بطريقة نظرية وبطريقة عملية. اليوم كانت تجربتنا إن شاء الله تكون سهلة لكم من خلال تجربة تجربتنا كانت هي تجربة الإشارات الكهربائية، أتمنى أنه تكون سهلة لكم، لأنه لازم الطالب يكون عنده أساس قوي حتى يقدر أنه يحسب الإشارات من خلال الزمن ومن خلال التردد. بهذا ننتهي مادتنا لهذا اليوم، ملتقانا وإياكم في دروس قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.